ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد. شوف معلش عشان عمر قالوا سلام خاص، يقول ابو عبد الله شيخنا سلامي لعمر فارس استاذ طبعا، قل له الولد الذي كان يجلس يعمل كل الشاي بجانبك يعمل لكم الشاي، ابو عبد الله بيعمل لكم الشاي بجانبكم، يسلم عليك يا جدنا. الله حفظ الله ابا عبد الله، حفظ الله اخانا الفاضل ابا عبد الله، وحفظ الله الاستاذ عمر. استاذ عمر طبعا زمن بعيد تعرفه، تعرفه اللي كان مع احمد سعيد، مسميه الصعيدي وهو ليس صعيدي، تفضل. لكن دماغه دماغ صعيديه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. علاج من بطئ فهمه يكثر الاستغفار، انت فرغلي زينه لنا وبركه من البركات رضي الله عنك، وعلاج ذلك كثره الاستغفار وكثره قول لا حول ولا قوه الا بالله، وقبل ذلك وبعد ذلك اصدق الله يصدقك. يقول اخونا فيك عباس، يقول والله يا شيخ معك العلم ممتع، الوقت فات عندنا وعند هذا عندي عمل، كان الله في عونك. انا اتمتع، نعم الله يدخل علينا وعليكم السرور بالعلم، ما دمنا نتكلم عن الله وعن شرع الله فنحن خير الناس، الله بس يكتب لنا الاخلاص والصدق في قلوبنا. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام حبك الله مغربي وعلى اله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم، صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين، صح محمد، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين. قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى، واذا فسخ الحج الى العمره صار متمتعا. يعني ايه فسخ الحج؟ يتحلل. يعني ايه يفسخ الحج؟ انا بس يعني ايه يفسخ الحج؟ رضي الله عنك يا اكرم، احسن الله عليك. ها؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عمرتك. خلينا نشوف نادر ايش يقول. نعم، يعني اذا تحلل جعلها ايش؟ وينتوي، ينتوي انها صارت عمره، نعم. قال واذا فسخ الحج الى العمره صار متمتعا. حكمه حكم المتعين في وجوب الدم، حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره. وقال القاضي رحمه الله، خلاص نقف هنا. وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل، نعم ما فارس بس يقول أنه كان عنده امتحانات ميد ترم، فارس مهندس يعني، ربنا يحفظه، نسأل الله أن يحفظكم يا رب، وأنتم فخر للأمة، الله يرضى عنكم ويحفظكم وييسر لكم الأمور. أقول إخوتي الكرام، يعني فسخ العمرة إلى الحج إلى عمرة أنه إذا أهل بالحج فينتويها عمرة ويتحلل، كما جاء أبو موسى الأشعري وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت؟ قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سقط الهدي، لأن النبي أهل إيش؟ قارنا ومعه الهدي يمنعه من التحلل. قال سقط الهدي، قال طوف البيت أو سوى المروة وقصر، ثم أمره بالحل. قال الحل كله؟ قال الحل كله، قال الحل كله، أو قال الحل كله، قال نعم الحل كله، يعني تحلل الحل كله. فهذه معناها الفسخ، أنه انتقل بنية الحج إلى العمرة، فإن كان صار متمتعا، انتوى الذبح ولم ينتوي فهو صار متمتعا. لما؟ لأن المعنى في التمتع أنه أتى بالنسكين في سفرة، إما على قول الجمهور أنه يعتبر جبر النقص، لا يعتبر جبر نقص او يعتبر شكران، جبران او شكران. الجمهور عنه جبران، لانه كان المفروض اذا اهل بالحج من وين يهل بالحج؟ ها من وين؟ من الميقات، وهو احل اليوم الثامن اهل بالحج من وين؟ من نفس موطنه او فندقه او المكان الذي يجلس فيه، فقالوا هذا جبران. والحقيقه
الأصل أنه إيه؟ شكران، أنه يشكر الله بأنه الله رزقه في سفرة واحدة نسكين، في سفرة واحدة نسكين، فصار متمتعا. ولأن عموم الآية تثبت ذلك بقوله تعالى ها بسرعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تفضل. قال صار متمتعا، حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره. وقال القاضي رحمه الله لا يجب الدم، لأن من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع، وهذه دعوى لا دليل عليها، تخالف عموم الكتاب وصريح السنة الثابتة، فإن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال متفق عليه. بإذن هنا في هذا الباب يعني نقول أن القاضي القاضي يعرف طبعا يقول لا يجب الدم لأن من شروطه أو من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن كل العمومات جاءت على الإطلاق، وما وقلنا الأدلة إذا جاءت مطلقة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد، ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى التمتع أيها المنصورية؟ منصور أيها أنت، فمن تمتع بالعمرة إلى يعني حل من العمرة يعني طاف بالبيت وصلى الله وحل، فهذا تمتع بالعمرة الحج خلاص لازمه الدم لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما في يعني فعليك ما استيسر من 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 الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، وهذه في البخاري وهذا متفق عليه. ولأن وجوب الدم في المتعة للترفه لأنه استفاد تحللا جماعا وطيبا وثيابا، لما تحلل قال الحل كله، قال الحل كله حل كله نعم، فللترفه وأيضا يعني بسقوط أحد السفرين وأتى بنسكين في سفرة واحدة، ولذلك قلنا هو أغلب يكون شكرانا لا جبرانا، وهذا لا يختلف النية بعدمه، المسألة على الصورة، إن وردت الصورة لازم الحكم. إيه هي الصورة؟ أن يتحلل بالعمرة ثم يهل في اليوم الثامن، فهذه الصورة إن وجدت لازم الدم، إن وجدت لازم الدم. القائل أصلا عند التلبية يقول لبيك الله بعمرة متمتع لبيك الله بعمرة وحج، لا رياء فيها ولا سمعة ما تصدقش. قال ولأن وجوب الدم في المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها، فوجب ألا يختلف وجوب الدم على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجبت، فإنه ما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحل. نعم، ويقول النية جاء لكنها جاءت تبعا ليست إيش رأسا. القاضي كلامه يعني الرد هذا لا يكون لا يناسب ما أورده القاضي، يقول لابد أن ينتوي ابتداء، وهنا بيقول له إن حل دل على أنه انتوى لأنه سيبدأ بعد ذلك بالإهلال بالحج، مفهوم؟ طالما جاء في سفرة الحج، فلكن نحن نقول كفانا بأن الدليل جاء عام، ها جاء على عمومه ولا دليل مخصص، لا يسمى الدليل المخصص، إذا نقول يبقى الأمع على عمومه فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي، ولقوله صلى الله عليه وسلم فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قال وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي. يهدي هنا فيها إلزام بالهدي، إلزام بالهدي. نعم. قال الإمام رحمه الله مسألة، قال الإمام ابن القاسم يا رب يرزقنا الحج، ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال أبو عبد الله رحمه الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن، هو معنى قول الخرقي رحمه الله إذا وصل إلى البيت، يعني وصل البيت ليس الوصول قبل الدخول بل الدخول مع
استلام الحج. قال وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي البخاري وعطاء وعمر بن ميمون وطاووس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رضي رحمهم الله. وقال من أصحاب الرأي؟ أصحاب أبي حنيفة. هو الأحناف والثوري وأهل الكوفة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعروة والحسن رحمهما الله يقطعها إذا دخل الحرم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله يقطعها حين يرى عرش مكة. وحكي عن مالك رحمه الله أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحلم قطع التلبية حين يرى البيت. هنا عندنا أقوال في مسألة التوقيت في قطع التلبية، وتعلمون أن التلبية يعني قال بها بعضهم واجبة وبعضهم قال إيش ركن. الحنفية قالوا بركنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لب ملب وأكبر إلا لب معه حجر وشجر، وما لب ملب أيضا وأكبر إلا بشر بشر بالجنة. وأنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ترى الحجر والشجر يلبون معك توحيدا. فالكون كله يغرد توحيدا. يا جبال أويبي معه والطير. يا جبال أويبي معه والطير. نعم. وهنا في 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 هذا الباب قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قلنا المذهب وهذا قول الجمهور أنه لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر، استلم الركن. وابن عمر يقول يقطع التلبية إذا دخل الحرم، مكة كلها حرم، يعني دخول مكة قطع للتلبية. مفهوم؟ وهذا غير معهود. أصحاب كانوا يلبون حتى 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 ذهب إلى البيت. قال سعيد يقطع حين يرى عرش مكة. حكي عن مالك أنه إذا أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، يعني كقول ابن عمر. يعني اعتمد كثيرا قول ابن عمر. والصحيح في ذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وما أمسك إلا عند استلام الركن، وكثير من الصحابة كانوا لا يمسكون عن التلبية إلا عند استلام الركن، وهذا الراجح الصحيح. ولذلك ترى ورد عن ابن عباس أنه قال بذلك، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك التلبية إذا استلم الحجر. وأيضا عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر، ولأن التلبية شعار التلبية إجابة بعد إجابة للعبادة، وهو إشعار أيضا للإقامة على هذه العبادة. فقطعها يكون إذا انشغل بعبادة أو دخل في النسك. تفضل. لا يبدو يلبي حتى يستلم الحجر. بعضهم قال إذا دخل البيت لا يلبي، لأن دخل البيت تكون قاصدا إيش الركن ولا الحجر. فإذا استلم الركن قبل وسجد أو 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 مس وقبل أو أو بالعصا أو بالمحجن ويقبل أو يشير أو يشير، هنا لا يلبي ويبدأ بانشغال، لأنه انتقل من العبادة التربية إلى عبادة أخرى، لأنه الذكر في ذلك الباب الطواف صلاة، والصلاة تنشغل فيها بإيش بالذكر. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. الله. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر ثلاث عمر، ولكن هذا يعني مختلف فيه في وقفه ورفعه، والظاهر أنه صحيح موقوف كما هنا. شاعر شاكر أبهة الأزاهرة والمصريين. تفضل. قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر ثلاث عمر ولم ثلاث عمر إيش فيها؟ اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. قال وهذا حديث فيه ضعف. نعم. لكن يستأنس به. قال ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وإشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها بما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي،
فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل. وحقيقة العلم بدل ما نقول بأن هذا وإنما يترك الشرع فيما ينافيها وهو التحلل، نقول بل يترك حين ينتقل منها لعبادة أخرى وعبادة الطواف، ولأن الطواف أيضا سبيل إلى التحلل، لكن لا يكون التحلل إلا بعد الطواف البيت والصفا والمروة. لكن هو قال ما دام قد دخل فيه فقد لا فقد لا إذا شرع فيه فقد وصل نهايته. نعم. معلش يا شيخ، اختطف حاجة، إن هو كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ضعف الشيخ الألباني. الحديث الثاني اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر، ده اللي الشيخ الشاكر صح. ما هم لكن هو ضعيف. نعم. حديث عمرو شعبان أبي عن جد. لا حديث ابن عباس موقوف صحيح مرفوع ضعيف. تفضل. قال فينبغي أن يقطع التلبية كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها، ولأنه انتقل من عبادة لعبادة. نعم. قال وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها، والله تعالى أعلم. وهذا فيه الرد على من قال بأنه أقوال سعد بن مسيب والقول لابن عمر ودخول مكة كما قال مالك، هو بيقول الآن في هو فيها التلبية لا يقطعها إلا إذا أتى بما ينافيها، وأنا أقول الأفضل من ذلك لا يقطعها إلا إذا انتقل منها لعبادة أخرى وهي الصلاة بالنسبة للبيت، طواف والطواف البيت الصلاة فيه ذكر الله جل في علاه، فينتقل من التلبية إلى الذكر، معنى التلبية أيضا من الذكر، فهو تنوع العبادات. وهنا قاسها قال كما في الحج إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، هذا في العمرة. فينبغي أن نقطع تلبية الحج إذا شرع في رمي الجمرة، نعم نعلم أن ابن مسعود قال بأنه قطع التلبية عندما وصل إلى الجمرة الكبرى وكبر مع كل حصاد قطع التلبية، لأنه يتحلل بالرمي، وبالطواف أصل التحلل بذلك، لأنه بالطواف سيصل إلى القص أو الحلق على المروة فيكون هو سبيل إلى التحلل. أما قبل ذلك فما من شيء ينافيها حتى نقول بأنه يعني يقطع التلبية، يعني ما في شيء جاء عليه، ما انتقل من عبادة لعبادة حتى نقول أنه يقطع التلبية، يعني داعي قطع التلبية غير وارد وغير موجود. فالصحيح أنه إذن يلبي معه الحجر والشجر، لأنه قلنا لو دخل الحرم فقطع التلبية في هناك خسارة كبيرة جدا. إيش هي؟ هو أصلا بيلبي معك كل حجر وشجر. طب البيت هو البيت خلاص ارتقى لعبادة أخرى وهي أهم العبادات التي انفرد بها على الناس جميعا، ما أحد ممكن يشاركك في هذه العبادة إلا ما كانته معك في نفس محلك في نفس المجال. ويبقى إذن التلبية لا تنقطع إلا بعد استلام الركن. طبعا احنا كنا اردنا ان نعطي التمتع وشرح التمتع، اخونا محمد يعني ده هو اصلا سيموت ان القواطع اتخذته هذه اتخذها مش موجود. هو طبعا يعني هو في مصالح المسلمين، هو جالس لمصالح المسلمين، يعني مش جالس هكذا، لكن نحن احتراما بقى لانه جالس لمصالح المسلمين وتصبر من اجلكم، فيعني احتراما له لا ناخذ العمل في التمتع يعني، ونرجئه ان شاء الله، نرجئه للغد بحيث نحن لا نجعله يعني صلت الوقت. لازم انا اذكرك طبعا، ودي دلاله على فطنتك الغاليه العاليه، فنجعل الامر لاخينا يعني كرامه له، نجعله غدا ان شاء الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم.